بنصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه معانا مع اخبار الطقس بالتفصيل. النهارده في طقس بارد الصبح بدري ومعتدل بالنهار على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، مائل للدفء على شمال الصعيد ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لكن بالليل الجو هيكون بارد على اغلب الانحاء وشديد البروده على شمال الصعيد ووسط سيناء. في فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة. في كمان شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير، صباح الخير على حضراتكم وعلى كل المشاهدين. حابين نطمن مع حضرتك عن اخبار الطقس، خاصه ان احنا يعني درجات الحراره منخفضه وفي برد شويه، وهل كمان عايزين نعرف في موجات برد انتهت مع مرور اول 10 ايام من شهر امشير؟ بالفعل، يمكن احنا خلال الاسبوع الماضي كنا بنشهد انخفاضات ملحوظه في درجات الحراره، وكانت العظمى على القاهره الكبرى بتسجل 17 و16 درجه مئويه فتره النهار، لكن احنا من يوم الجمعه الماضيه وكانها كمان يوم السبت شهدنا تحسن في الاحوال الجويه، خاصه فتره النهار بدات درجات الحراره ترتفع ارتفاع خفيف بحوالي من درجتين لثلاث درجات. العظمى بالامس سجلت على القاهره الكبرى 20 درجه مئويه خلال فتره النهار، فاحنا متوقع استمرار التحسن في الاحوال الجويه على مدار هذا الاسبوع، وتحديدا اليوم هيكون في كمان زياده لفترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار. مصادر الكتل الهوائيه بدات تختلف، بدات تجينا من على مناطق الصحراويه، فعشان كده بدانا نحس بالدفء فتره النهار. مع سطوع اشعه الشمس هنحس بالاجواء المعتدله تماما على اغلب المناطق الشماليه، السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى، اجواء مائله للدفء على محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، دافيه على جنوب الصعيد. المناطق الجنوبيه طبعا تكون درجات حرارتها اعلى من المناطق الشماليه. خلال فتره الليل مع غياب اشعه الشمس بيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، خاصه ساعات الليل المتاخر فتره الصباح صحيح. الباكر رغم ان كمان في تحسن في درجات الحراره فتره الليل، بدانا نسجل درجات حراره 11 و12 درجه مئويه خلال فتره الليل على القاهره الكبرى، لكن في نشاط نسبي للرياح بيخلينا لسه كنت اقول لحضرتك فعلا نشاط الرياح القوي جدا بالليل ده بيجيب لنا كتل هواء بارده، يعني الواحد لما بينزل بالليل بيبقى جو ساقع جدا. بالفعل، لان نشاط الرياح بيخلينا نحس اكتر بانخفاض درجات الحراره وبروده الطقس. انخفاض نسب الرطوبه اللي موجوده في الجو فتره الليل بتخلينا كمان نحس اكتر ببروده الطقس وانخفاض درجات الحراره، فاجواء فتره الليل ما زالت اجواء شديده البروده على اغلب مناطق الجمهوريه، خاصه في ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر. فرص الامطار اليوم هي فرص امطار خفيفه جدا، غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه، وبتنحصر فقط في السواحل الشماليه للبلاد، المحافظات المطله على البحر المتوسط، على فترات متقطعه من اليوم هنشوفها في الاماكن الاخرى لا. بالاضافه كمان ان متوقع تكون شبوره مائيه فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وهتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه. فمهم جدا احنا فتره الصباح الباكر تكون القياده بالاستخدام، نتابع كافه تعليمات المرور، نشغل كشافات الشبوره الموجوده في السيارات، لان الشبوره المائيه هي الظواهر الجويه اللي معانا على مدار هذا الاسبوع كله ان شاء الله، مستمر معانا التحسن في الاحوال الجويه لنهايه هذا الاسبوع مطلع الاسبوع القادم باذن الله ان شاء الله. انا بشكر حضرتك على المتابعه اليوميه معانا، بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي خلونا نتعرف معاكم عن درجات الحراره المتوقعه النهارده، هنبداها من القاهره والعظمى 20، الصغرى 11، العاصمه الاداريه 20 10، الاسكندريه 19 12، العلمين الجديده 18 12، مطروح 17 10، دمياط 17 12، بورسعيد 18 12، اسماعيليه 20 8، السويس 19 8، العريش 18 10، كاترين 18 4، طابة 21 11، حلايب 25 15، شلاتين 27 16، شرم الشيخ 25 16، الغردقة 23 13، الفيوم 20 8، بني سويف 20 7، الوادي الجديد 24 9، أسيوط 20 6، سوهاج 21 8، قنا 28 8، الأقصر 26 7، أسوان 28 11. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس، لكن ناخد بالنا في الأوقات المتأخرة من الليل الجو بيكون بارد جدا، وكمان ناخد بالنا من الشبورة المائية اللي بتكون في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح، ناخد بالنا عند قيادة السيارات على الطرق السريعة وكمان الزراعية والصحراوية. هرجع مرة تانية لجمانة ومحمد علشان نكمل معاكم فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك.